نقدم لكم عدة نصائح للحامل في الشهر الثامن. أولا، لا تقفي لمدة طويلة، اجلسي بشكل مريح ثم ضعي وسادات مناسبة خلف ظهرك وارفعي قدميك. ثانيا، حاولي أن تتمددي على السرير كل 4 ساعات على الأكثر مع مراعاة أوضاع النوم المريحة للحامل في الشهور الأخيرة. ثالثا، امشي لمدة نصف ساعة يوميا في وقت رطب غير حار. احملي معك زجاجة من المياه، فإن كان حملك في الصيف فعليك اختيار إما الصباح الباكر وإما قبل الغروب وما بعده. رابعا، مارسي بعض التمارين الخفيفة. خامسا، احرصي على تناول طعام متوازن مليء بالألياف لتجنب الإمساك ونيل فوائد الألياف مثل القمح الكامل، ثم تناولي كوب من البليلة يوميا على الإفطار. أكثري من تناول الخضروات الورقية مثل الخس والجرجير إضافة إلى البيض واللحوم. سادسا، استمعي للرسائل التي يرسلها إليك جسمك، فإن شعرت بالإرهاق عليك أن ترتاحي فورا، وإن شعرت بالجوع يجب أن تأكلي الطعام. ولو كنت في خارج المنزل فإن وجبة خفيفة لها أثر كبير. سابعا، تجنبي القهوة والشاي والمنبهات والمياه الغازية وبالتأكيد التدخين إذا كنت مدخنة. ثامنا، اذهبي إلى موعد المتابعات الطبية ولا تهمليها إطلاقا، واستشير الطبيب في كل أمر. تاسعا، دلك أعلى الفخذين ومنطقة الحوض وأسفل البطن. عاشرا، ادهني الثدي وتحديدا الحلمة، وذلك بشكل يومي بمزيج من زيت الزيتون وزيت اللوز الدافئ للاستعداد للرضاعة الطبيعية ابتداء من قبل الولادة. 11، توقفي عن العلاقة الحميمة إن طلب الطبيب ذلك. 12، امتنعي عن تناول الدهون والحلويات بشكل نهائي، وإن لم تتمكني فتناولي منها كميات قليلة قدر الإمكان. 13، استشيري الطبيب ولو بالهاتف عند أي عرض غريب مثل نزول الماء أو نزول دم أو قلة حركة الجنين. 14، تجنبي التوتر والغضب والضغط النفسي قدر المستطاع. 15، لا تنامي أقل من 8 ساعات إلى 10 ساعات يوميا، ولا تشربي مياه أقل من 8 أكواب بشكل يومي.